عن الجسم شأنها بشأن الميكروب اللي دخل. طبعاً حنفصلوا كيف النيت اميونيتي والأدابتف، كيف يدخل الميكروب، كيف تواجه الخلايا المناعة بحسب نوع المناعة، هل هي أمتى تشتغل المناعة الطبيعية اللي هي natural immunity or adaptive or acquired اللي هي المناعة المكتسبة. It is divided into two types. قسمت المناعة إلى two types، نوعين: the innate natural immunity which is first line of defense اللي هي المناعة الطبيعية وهي خط الدفاع الأول first line of defense. اثنين، ممكن النوع الثاني اللي هي من المناعة the acquired immunity اللي هي المناعة المكتسبة. set of immune system نحن نتعرفوا على أنواع المناعة كذا، أنواع الخلايا المناعية. هنا سلايد يوضح لنا أنواع الأنتي بادي وإن شاء الله حنتناولوهم بالتفصيل، و IgA IgE IgG IgD IgM function حنعرفوا كيف وظيفة الأنتي بادي يشتغل. بعض التعريف المهمة مثل neutralization اللي هي معادلة السمية. كيف يعني معادلة السمية؟ يعني نعرفوا ان دخل ميكروب للجسم قاعد يفرز توكسين انزايم، يطلع من الانتي بادي يقدر يرتبطن بجزيئات التوكسين عشان يعرقلن عمله باش الجسم متاعنا يقاوم المرض. نعرفوا neutralization عدة تعريفات، رقم او A antibody prevent the binding of microbe to cell and so inhibit infection of host cell. antibody prevent يمنع ارتباط binding of microbe بالخلايا and inhibit ويثبط الالتهاب اللي يحدث للخلايا العائل host cell. طبعا الهوست اللي هو العائل اللي حاوي الميكروب. اثنين، ممكن antibody يشتغل شنو يدير؟ inhibit spread of microbes يمنع او يثبط انتشار الميكروب from infected cell من الخلايا اللي فيها الالتهاب to addicting infected cell الخلية الغير مصابة. كذلك الانتيبادي دير block the binding of toxin، يعيق ارتباط التوكسين بمن؟ بالخلايا السيل. لهذا يدير thus هنا يدير inhibit the pathogenic effects of the toxin، يعيق تكوين أو إحداث المرض pathogenic نتيجة للتوكسين. كذلك نبغى نعرف وش المعنى opposition أو اللي هي الإحاطة أو التغليف. شنو يصير؟ antibody of certain، في نوع من الانتيبادي اللي هو IgG subclasses منه bind، شنو يدير هذا؟ يرتبط بالميكروب and are then recognized عن طريق في جزئية اللي هي ال Fc receptor في المستقبل متاع ال Fc on phagocytes في الخلايا البلعمية. نتيجة للارتباط يعطي إشارة Fc يدير promote يحفز عملية البلعمة phagocytosis of the أبوزون ميكروب، عم تبدأ تغلف أو تحيط بالميكروب، ما تخليش ينتقل من مكان إلى آخر and active the phagocytes to destroy these microbes. لهيك يوصل إلى مرحلة يحط الميكروب. نتعرفوا على سيل of immune system، خلايا الجهاز المناعي. رقم واحد اللي هي lymphocytes، خلايا lymphocytes تشمل ال B and T cell and natural killer cell. natural killer cell هي الخلايا القاتلة الطبيعية. اثنين، mononuclear phagocytes example. mononuclear هي خلايا البلعمية أحادية النواة، مونو أحادي، nuclear هي النواة. phagocytes example macrophage، خلايا الماكروفاج. خلايا الماكروفاج تصنف أو تسمى تقسم إلى نوعين، ممكن إنها خلايا الماكروفاج هذه توجد في الدم which are called تسمى in the blood monocytes and which are called in the tissue، ممكن توجد في التيشيو ونسموها histocytes. كذلك في الgranulocytes found in the blood، توجد في الدم granulocytes. these include مثل neutrophils والايزو and basophils. في أعضاء الخلايا المناعة organs of immune system،
اللي هو الليمفويد اورجان، اعضاء الليمفاويه. في اعضاء مركزيه في السنترال وهي البرايمري ليمفويد اورجان مثل البون مارو والثايمس. كذلك تصنيف عضيات او اعضاء خلايا المناعه بريفرال ليمفويد اورجان، يوجد سبلين طحال، ديفيوز ليمفويد تيشو اند فولوكيولس. كذلك المالت اللي هو اختصار ميوكوزا اسوشيتد ليمفويد تيشو، اكزامبل مثال عليها اللي هي بيرسس باتشز، سميت نسبة للعالم اللي اكتشفها. في افرازات الخلايا المناعة سكراتوري برودكتس اوف اميون سيستم رقم واحد، اللي هي في طبعا الخلايا النون سبيسيفيك، المناعة نون سبيسيفيك على طول نعرفوا انها هي الناتشرال اميونيتي او المناعة الطبيعية. صنفت A مونوكينيز، مونوكينيز تفرزها خلايا المونوسايتس والماكروفاج مثل انترفيرون، انترلوكين، تي ان اف اللي هي تيومر نيكروزيس فاكتور، تيومر جروث فاكتور، عوامل تثبط الخلايا السرطانية. كذلك النوع الثاني من الافرازات اللي هي سي ري اكتيف بروتين، كذلك H2O2 هيدروجين بوركسايد. كذلك هذين افرازات تفرزن خلايا الجهاز المناعي بحيث انه يهاجم الميكروب اللي دخل، لايسوزوم بروتييز، في كومبلمنت كذلك بروستاغلاندينز اند ليوكوترينيز، هذين من افرازات خلايا المناعي اللي سبيسيفيك النان سبيسيفيك المناعه الطبيعيه. نبغى تو نتعرفوا على برودكتس اوف سبيسيفيك اكوايرد اميونيتي. رقم واحد ليمفوكينيز يشمل انترفيرون، حندرسوا شنو هو الانترفيرون، انترلوكين، تيومر نيكروزيس فاكتور، وكذلك تشمل الانتي بادي اللي هي الاجسام المضاده. باهي نبدأ توا بالناتشرال اميونيتي المناعه الطبيعيه. شنو هي المناعه الطبيعيه؟ also called تسمى ايضا النيت، نيتيف نان سبيسيفيك، بريزنت سينس بيرث موجوده منذ الولاده. كذلك هي من صفاتها انها first line of defense خط الدفاع الاول، does not require barrier sensation ما تحتاج الى محفز، تعمل على طول مجرد دخول الميكروب. it is non specific غير مخصصة، acting against all microorganisms تعمل ضد اي انواع كل انواع الميكروorganism، مش نفس الخلايا او المناعة المكتسبة اللي specific حندرسوها. باهي قلنا ان بنبدو بالمناعة الطبيعية برضو كيف انها هي تعمل first line of natural defense خط الدفاع الاول. ممكن تعمل mechanical barrier، mechanical barrier هي intact skin and mucosa membrane، الجلد السليم والطبقة المخاطية لما تقعد سليمة، الطبقات المخاطية مثل التجويف الفم، طبقة مخاطية تجويف الانف، كذلك هذين لما يكونن سليمات ما يدخلش منها الميكروب. كذلك coughing and sneeze الكحة والعطس، نوع من طبعا هذين من أنواع المناعة الطبيعية واللي هي first line of defense. hairs at external nares الشعيرات اللي موجودة في الأنف طبعا تعمل أن يتعلق بها أي ميكروب يدخل. كذلك mucus المخاط secretion المفرز مثل البلغم أو المخاط اللي يخرج من الأنف، كله يطرد معاه ميكروبات تكون داخلة للجسم. كذلك فيه anterior الأهداب اللي موجودة في الريسبيراتوري تراكت في الجهاز التنفسي، تعمل which push دفع these microorganism outside the body، تخرج الميكروorganism خارج الجسم. 2 chemical barrier، في حاجز chemical كيميائي مثل في شيء يتضمن، طبعا احنا دو كما قلنا المناعة الطبيعية ممكن تشتغل ميكانيكال نفس من الانواع اللي ذكرناها، وتوا كيميكال مثل السويت العرق، العرق يخرج معاك كذلك ميكروبات ويقضي عليه لان في نسبة ملوحة. HCl in stomach حمض ال HCl، acidic pH in adult vagina الوسط الحامضي للمهبل. ثلاثة نورمال بكتيريا الفلورا، كذلك البكتيريا الطبيعية اللي موجودة في أجسامنا ولها وظيفة دفاعية. كملنا هكي الـ first line of defense. في second line of defense natural immunity،
في نوع آخر اللي هي مثل شنو بكتيروسايدل. شنو بكتيروسايدل؟ هي سبستانس، مادة توجد في السيرم and body fluid، مثل لايسوزوم which present in all body fluid، تعمل هذه مادة قاتلة للبكتيريا، بكتيروسايدل يعني مادة قاتلة للبكتيريا. كذلك كومبليمنت جروب، مجموعة الكومبليمنت وهي عبارة عن بروتين أو بروتينز توجد في السيرم، في السيرم and body fluid which has a role in inflammation phagocytosis، عندها دور مهم في عمليات الالتهاب. phagocytosis البلعمة، دور opposition إحاطة، and bacteriolysis تحطم أو تحلل البكتيريا. كذلك طبعا في أطوار مع في بعض التعريف هنا نبغى نعرفه. interferon، شو معنى interferon؟ interferon important defense viruses they are released by virus infected cell. interferon هو هذا، هذه مادة من جهاز المناعة تخرج عند غزو الفيروس خلايا الجسم. شنو وظيفتها؟ طبعا تخرج ضد الغزو الفيروسي فقط. protects other cell، تحمي الخلايا الأخرى from infection by same and other viruses، تحمي من هذا الفيروس الذي خل أو أنواع أخرى جديدة. phagocytosis عملية البلعمة، ذكرنا نذكر natural immunity ودير في خلايا بلعمية وفي عملية بلعمة، كيف تتم عملية البلعمة. there are two types of phagocytic cell، نوعين اللي تتم. اولا في خلايا اللي هي polymorphic nuclear leukocytes. polymorphic، poly يعني متعدد، morphic متعددة الاشكال والانوية. polymorphic nuclear leukocytes تشمل أنواع الخلايا البوليمورفيك اللي هي مايكروفاج ونيتروفيلز. كذلك في أنواع أخرى من هذه الخلايا اللي هي مونونيوكليار سيل مثل مايكروفاج، توجد قلنا في البلد تسمى مونوسايتس، وتوجد في الأنسجة منها تسمى هيستوسايتس. فانكشن أوف فاجوسايتك سيل، شنو وظيفة الخلايا البلعمية؟ رقم واحد تدير فاجوسيتوزز foreign substance، ابتلاع المادة الغريبة. كذلك تحفز دير processing and digestion، دير عمليات الهضم، هضم الميكروب اللي دخل. كذلك presentation، تقدم of the antigen، الانتيجين اللي هي foreign substance، الجسم الغريب اللي دخل على جسمنا للacquired immunity، قدم للمناعة المكتسبة. stages of phagocytosis، اولا عند دخول الميكروب تطلع قلنا تسمى عمليه الفاجوسيتوز البلعمه. كيف تشتغل عمليه البلعمه؟ تدير شيء اسمه كيموتاكسز اند اتاتشمنت. كيموتاكسز يعني تفرز ماده محفزه تجذب الميكروب لها وتدير له اتاتشمنت، يلتصق بها عشان ما يعديش ينتقل من مكان الى مكان. يبدا دير كيموتاكتيك سبستانس، ماده جاذبه ريليزد فروم مايكروب، تطلع من الميكروب and damage tissue ولا الأنسجة المحطمة، ممكن ما دخلناش ميكروب لكن صارت كدمة في الجسم، إصابة، تحطمت الأنسجة، كلهن هذين يصيرن عملية البلعمة عشان ننظفوا المكان من الأنسجة المحطمة. يبدأ أول شيء تفرز مادة جاذبة. الطريقة الثانية phagocytes have receptor، خلايا الفاجوسايتس خلايا البلعمية عندها receptor attract non-specifically، غير متخصص تو مايكرو اورجانيزم، اي مايكرو اورجانيزم دخل تلتصق به. باهي سي الخطوه الثانيه دير اتاتشمنت ان فاجوسيتوزز، التصاق والبلعمه كان بي انهانسد، ويدير كيف يصير الالتصاق عن طريق اوبزنزيشن، احاطه او التغليف. رقم دي اوبزنزيشن از بايندينج اور كوتينج، ارتباط او الاحاطه بالمايكرو اورجانيزم. تمام باهي يطلع سبيسيفيك انتيبادي، انتيبادي متخصص ينشط نوع من الكومبليمنت، ان شاء الله حندرسون سي 3 بي 3، الكومبليمنت والانتيبادي اند الكومبليمنت مع بعضهم يتم الشغل. كذلك الفاجوسايتس هاف ريسبتور، عنده
مستقبلات للسي 3 بي اللي هو الكومبلمنت الثالث and FC portion of antibody IgG. تم طريقة باهي البلعمة كيف تتم باقي البلعمة انجسن فاغوسايتز انغولف تغلف المايكرو اورجانيزم باي فورمينج عن طريق تكون سودوبوديا اقدام كاذبة around it حول الميكروب تحيط به كأنها تكون اقدام كاذبة. The microorganisms is including two vacuole called الفجوة اللي تتكونها حول الميكروب تسمى فاغوسوم. لايسوسومال جرانيول في حبيبات اللايسوسومية فيوز تنتشر مع فجوة الفاغوسوم فورمينج تكون تركيبة اللي هي فاغولايسوسوم. بعدين تتم المرحلة الثالثة اللي هي intracellular killing or digestion اللي هو الهضم والقتل داخل الخلايا، وهذه تعتمد على حسب نوع الميكروب اللي دخل، ممكن انها اكسجين dependent تعتمد على اخراج وجود الاكسجين، وممكن independent لا تعتمد على وجود الاكسجين. في معلومة هنا some species of bacteria بعض انواع البكتيريا تقاوم resist destruction for long period فترة طويلة. Other species may multiple اخرى تتضاعف داخل الفاغوسايتس تتضاعف تتضاعف داخل خلايا البلعمية مثل Mycobacterium tuberculosis and Mycobacterium lymphoma. في خلايا ايضا اللي هي natural killer cells they are large granular lymphocytes with a non-specific cytotoxic activity أو activate on الخلايا natural killer هذه نشاطها طبعا هي تعمل cytotoxic يعني سم خلوي تفرز سم خلوي للخلية اللي صار فيها انحراف تعمل وين لما يطلع عفانا الله وإياكم tumor cell خلايا سرطانية أو virus infected cell فيروس غزال خلية أو في حالة graft cell اللي هو زرع الأعضاء. لهذا نسمع ان حد لما يزرعوا له كلى او جزء من الكبد يقعد في مكان بروحه وما يدخلش عليه حد وكذا. ليش؟ لان الشخص هذا جسمه حيقعد يهاجم العضو المزروع الجديد، لهذا ياخذ ادويه تثبط المناعه عشان ما تهاجمش العضو الجديد من بين خلايا المناعه اللي تهاجم هي الكيلر سيل. كذلك تو ندرسوا اللي هي الacquired immunity المناعة المكتسبة also called تسمى أيضا specific adaptive characterized by specifically high بيش تتميز المناعة المكتسبة. رقم واحد specifically is high specific عالية التخصصية to the organism which is recognized by specific immune cell. كل antibody أو كل خلية مناعية اللي هي شور المناعة المكتسبة عند ميكروب يمتسك به خاص به شغلة منظم specific مش نفس المناعة الطبيعية تهاجم أي ميكروب دخل. discrimination دير حاجة اسمها تمييز تميز بين السلف and non-self ما تهاجمش خلايا الجسم لأن في حالة مهاجمة خلايا الجسم هنا نسمو فيها حدوث حالة مرضية اللي هي autoimmune disease تكون خلايا المناعية تقدر تهاجم في خلايا الجسم هذا موضوع آخر. يبدأ المناعة المكتسبة تميز بين السلف والنان سلف. إذا ريسبونس أيضا تستجيب only molecules that are non self foreign يعني مش من الجسم الميكروب الغريب. كذلك diversity diversity يعني قادرة على إنها it can respond to million of different antigen قادرة على انها تقاوم مليون انتيجين دخل different مختلف مثلا ستاف اوريس ستريبتوكوكس بايوجينك ستريبتوكوكس فيريدانس باراسايت اي نوع انواع مختلفة تهاجمهم. كذلك دير شيء اسمه development of immunologic memory دير شيء عنده immunologic memory يعني خلايا ذاكرة في حالة 1 on second exposure to the same antigen a more rapid and longer respond
is produced. نفرض نحن تناولنا طعام ملوث بستافيلوكوكس اوريوس، جسمي قاومة طلع ضد انتي بادي، هاجم هذا الميكروب. خلايا المناعة تحفظ ستافيلوكوكس اوريوس اللي دخلت الجسم. نتعرض مرة ثانية العدوى بستافيلوكوكس اوريوس، خلاص ما عادش يصير لي منه أي إشكالية، لأن عندي خلايا مناعة ذاكرة تطلع على طول تهاجم الميكروب اللي دخل. There are two mechanisms of acquired immunity. طريقتين تشتغل بيهن المناعة المكتسبة، اللي هي ممكن تشتغل humoral immune response depending on production of immunologic اللي هي الانتيبادي by cell. These antibody bind to their specific antigen. يعني الانتيجين، احنا كيف ما عرفنا في الاول ان قلنا المناعة هي عبارة عن حماية ومقاومة، حماية الجسم ومقاومته. في حالة شنو يا ممكن الانتيجين يجينا من برا، بكتيريا كليناها مع طعام ملوث او فيروس دخل او استنشقنا هواء ملوث بميكروب، اي نوع ميكروب، او ممكن خلايا من الجسم انحرفت. باهي عمل المناعة المكتسبة متخصص، جانا ميكروب من برا، تشتغل المناعة المكتسبة في الحالة هذه، تشتغل الجزء متاع او المتخصص هيومنال اميون ريسبونس باهي عن طريق تكوين انتيبادي which are secreted by plasma cell and present plasma lymph and body fluid. هيومنر هذين كلهم يقدم فيهن هيومنر اميونيتي، او هنا كلام مهم، هيومنر اميونيتي responsible for defense against extracellular microbe and their toxin. يبدأ الهيومنر اميونيتي responsible مسؤولة for defense الدفاع against ضد extracellular microbe، ميكروب جانا خارجي من الخارج، and their toxin او توكسينات. Transfer by cell through protein of the blood، عن طريق البروتينات نتاعتها اللي هي الانتيبادي موجودات في البلازما او في السيل. باهي في طريقة أخرى يشتغل بها the cell mediate immunity. In this type, cell recognized attack and destroy microorganism directly or through release of cytokines. هنا يا أم عن طريق إنتاج خلايا تهاجم الميكروب. ما responsible for defense، مش antibody نفس الأول. Responsible مسؤولة على الدفاع against ضد intracellular pathogen، كائن هنا داخلي، شيء داخلي. غزا وتغلف الخلية وقعد يسيطر على الخلية على حساب فيروس، بكتيريا، باراسايت، فانجال. Transferred by T cell from immunization individual but not plasma or serum، مش عن طريق هنياهي البلازما او سيرم، عن طريق خلايا T cell. اللي هو النوع الاول acquired immunity، passive acquired يعني مناعة مكتسبة مجهزة، اللي هي ممكن تكون المناعة المكتسبة المجهزة natural and artificial، natural يعني طبيعية أو صناعية، حندرسوها بالتفصيل. active acquired أو مناعة مكتسبة بنشاط، يعني بنشاط تكون بشيء آخر، وكذلك تكون تنعرفوها كيف هي natural and artificial. ونعرفوا الستيجز كيف شغل، امتى تشغل او ينشط التي سيل هيلبر، خلايا التي سيل اكتيفيشن اوف سايتوتوكسيك سيل. فانكشن وظيفة سي ام اي هي اميونيتي اجينست الخلايا او المناعة ضد بكتيريا انفكشن بارتيكولار انتراسيلولار، خصوصا الداخلية اللي هي تي بي مثل التوبركلوسس ولا الليبري اللي هو الجذام او سالمونيلا. كذلك ممكن تشتغل اميونيتي اجينست ضد فيروس بارتيكولار باراسايت او فانجاي. الانتيجين او اميونوجين، حنعرفوا الانتيجين والاميونوجين او هو طبعا شنو الفرق بيناتهم، نعرفوه بالكامل.
انتيجين كيف ما اتفقنا انه هو عباره عن فورين سبستانس، ماده غريبه، which when introduced into the body داخل الجسم وتدير stimulate تحفز immune response استجابة المناعية عن طريق تكوين الانتيبادي or cell. ونتناول ان شاء الله في المحاضرة الثانية كيفية عمل المناعة المكتسبة والانتيبادي الخاص بها.